علاش قلت لك يسري غيستافد منه الهبط؟ لانه يعني يسري ماشي بحال الهبطي. يسري كيعرف وقتها شي يكون عنده في ليكا يمشي يخدم هذيك لي كاليتي ديالو يمشي يدريبل. ولكن فيك يكون واحد في ليزون كيعرف وقتها شي ريكيبيري وقتها يعطي لا باس ويلعب فاسيل. هذه هنا اللي كان كذلك زكريا يزيد يشتغل على من هذه الناحيه. هذا لا اشتغل على الناحيه هو يسري صراحه غيوليو مدافعين كثار لا في الدوري ولا في المنافسات الافريقيه لقاو مشاكل مع هاد اللاعبين خصوصا الا خليتي لهم المساحه وخليتهم ياخذوا الكره على الطريقه ديالهم عاد باش يتموا جايين عندك السعي وبغى يشكلوا عليك خطر. هي بكل صراحه يشكلوا عليك خطر كبير. المباريات الاخيره ديال الهبطي اللي كنشوفوه ماشي هو الهبطي ديال بدايه السنه. كنشوفوا الهبطي المستوى ديالو تطور بشكل كبير. انا تحدثت لك انا شوف انا قلت لك مذكور كاسول ماشي تنقول لك كاسول صافي كتقلل منه ما بغاش يستافد من الاخطاء ديالو. فوالا نعم الهبطي يستافد من الاغلاط. نعم الهبطي بدا يستافد من الاغلاط ديالو. وداير انا قلت لك السعيب عقل شي نهار بركان انا تنقرا عقل مزيان لانه ما عندي كلشي مقيم كبيره عندي بركان عقل شوط مزيان. نعم شوط اضافي دار مباراه كبيره نهار بركان. شكون اللي كان مستقبل الرجاء في مركب محمد كان دار مباراه كبيره شوف تيحط طنجه دار مباراه كبيره. اش قلت لك نهار الجيش الملكي الهبطي غيلعب كاساسي. نعم لعب اساسي. شكون اللي سجل؟ الهبطي. نعم وقبل البلال حسن في هذيك المباراه خد تصاعدي. لما انت كتعطيني وكتكون كتطبق لما كنكون انا مدرب كندخلك تطبق واحد التعليمات ربع ساعه في 10 دقائق تيكونوا مزيانين تتقول او لا يعقل هذا اللعاب في 10 دقائق استطاع انه يخلق الفارق بهالطريقه انا نعطيه اكثر. عاوتاني كتدخل تتقضي كما تنقولوا تتبلي البلال حسن بالطريقه اللي خصك تلعب واللي هي بالنسبه لي انا اللي خصك تلعب. كاين واحد المناطق اللي كتضغط انك تخدم لي كار. انا كنقول لك يوصل اي لاعب يكون كيلعب في لابيرو ديك اللعب انا ولا يكون دابا كيلعب ما كتفضلوا بانه في 30 متر ولا اخرى دير اللي بغيتي بالكره. خاصة ماشي يكون عندك مؤهلات. اه لانه عندك مؤهلات وراه عنده هو فورد. راه هادشي وين هنا فين كاين وكنخلط ما بين لي كاريتي اللي عنده ما بين اللي ريكيبيري ما بين يضيع الكره خسر يعني اشياء كثيره ما كانش باغي يتقبلها الهبطي انه راه كاينه في كره القدم وخاصك تامن بها.